فأكثروا من قراءة القرآن الكريم، ولكن قراءة عقلاء ليست قراءة سفهاء. مما ينبغي لنا دائما وخاصة في رمضان كثرة قراءة القرآن. كلام الله ما فيه أحسن من كلام الله عز وجل، نكثر من قراءة القرآن، لأنه ورد في الحديث الصحيح أنه من قرأ حرفا واحدا له بكل حرف 10 حسنات. فضل عظيم يا إخوان، من قرأ حرفا واحدا من القرآن له 10 حسنات، ألف لام ميم 30 حسنة. فأكثروا من قراءة القرآن الكريم، ولكن قراءة عقلاء ليست قراءة سفهاء. قراءة العقلاء يفهمون الكلام، يتدبرون الكلام. إذا قرأت آية افهم معناها كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها قراءة صحيحة، يتدبرونها، يفهمونها، يعلمون تفسيرها، يعملون بها. ولا بد يا إخوان من قراءة القرآن، وأعمالنا في هذه الدنيا لا بد أن تكون مرتبطة بالعلم.